هذا حادث مؤلم بالنسبة لنا وحادث أليم. نترحم على أرواح الذين قضوا في هذا الحادث، هؤلاء شهداء لقمة العيش، وبتوجيه من سيادة الرئيس سوف نقوم بتنكيس الأعلام لمدة يوم، وسوف نعتبر هؤلاء الإخوة الذين قضوا وهم يقاتلوا من أجل لقمة العيش، سوف نعتبرهم شهداء ويسجلوا في سجل الشهداء، وسوف نهتم بأسرهم وبعائلاتهم، لهم الرحمة، وإحنا سنبقى أوفياء لكل الناس الذين يستحقوا عناية سيادة الرئيس وعناية الحكومة وعناية كل إنسان فلسطيني غيور على هؤلاء. الله يرحمهم برحمته.